كل الأطفال بتحب الناجتس، عشان كده وصفة النهاردة هتكون ناجتس بطريقة سهلة وسريعة، طعمها هيتجنن ومبتاخدش وقت في تحضيرها. أتمنى الوصفة تعجبكم ويلا بينا نعملها. احتجت تقريبا نصف كيلو من الدجاج، الصدور قطعتهم بشكل رفيع قوي ومكعبات صغيرة قوي، على 2 من لافاش كيري. حطينا لافاش كيري ليه؟ عشان هتزود تماسك الفراخ لما تتطحن، وكمان هتديها طعم حلو. على معلقة كبيرة من البقدونس، ملح وفلفل، ومعلقة كبيرة من الصويا صوص، معلقة صغيرة من بودرة الثوم وبودرة البصل وبابريكا. هنطحن كل لغاية ما يدينا كفتة فراخ متماسكة. بعد كده هنبتدي بقى نشكلها التشكيل اللي احنا عايزه، مربعات او دوائر على حسب اولادنا بيحبوا شكل الناجتس ايه. ممكن لو عندكم كمان الطبعات الصغيرة اللي بيدوا شكل نجوم او شكل حروف، ممكن كمان تعملوها عشان تشجعوا ان هم ياكلوها ويحبوها. في الاول هنحط الفراخ بتاعتنا بعد ما نشكلها في الدقيق، وبعد كده بيض وبقسماط. الكمية بتاعتنا ممكن نحتفظ بالنص في الفريزر، وممكن نحمر الكل. هنبتدي نحمرها في زيت يكون سخن قوي لغاية ما ناخد اللون المطلوب، وبعد كده بنقدمها جنب صويا صوص، باربيكيو صوص او مستردة. وصفة النهاردة كانت ناجتس، محببة للاطفال والكبار. اتمنى ان شاء الله تجربوها وتعجبكم، واشوفكم في حلقة جديدة ويوم جديد، ومع السلامة وباي باي.